السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون كل الأصدقاء والمتابعين معانا في أفضل الأحوال، ونحل الجميع يا رب يكون في أفضل حال، نتمنى ذلك ونسأل الله ذلك يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. سؤال نقدر نقول مهم وبيتكرر باستمرار، في نفس الوقت نصيحة للأخ اللي بيستمع لي. تمام، النهاردة في البداية تاريخ 8 أكتوبر لسنة 2023. الله يبارك في الجميع. بالنسبة للأصدقاء الجدد معانا، نتمنى الاشتراك في القناة لعل إن شاء الله أي فيديو يتم نشره يوصل للأخ أو الأخت إشعار بأن تم نشر فيديو، وبالتالي يكون متابع معانا في آخر النصائح وما شابه ذلك. اولا الله يبارك في الجميع، الاخ المبتدئ او المحترف نتمنى بس يستمع للنصيحه اللي بنتكلم فيها، لان تكلمنا فيها اكتر من مره وما زال برضو نقدر نقول السؤال ده بيتردد. انا عندي خليه 5 6 براويز 7 براويز 10 براويز ايا يكن نوع الخليه. تمام، الملكه عندي متوقفه عن البيض، ابتدت تتراجع في البيض. تمام، لما انا انتظر عن الملكه دي واتركها 15 20 يوم شهر شهرين، الخليه اللي فيها الملكه دي هيكون مصيرها الانتهاء. ده امر طبيعي. تمام، ليه؟ لان في نحل خلاص الاعمار بتاعته ابتدت تنتهي، اعماره ابتدت تكبر في السن، ابتدى يموت. تمام، وبالتالي مفيش نحل جديد او نحل حديث بيخرج، الملكه متوقفه عن البيض. انا كرجل نحال لابد ان انا اتدخل في الوقت المناسب، بمعنى لو فيه ملكة عندي ابتدت تتراجع وتتوقف عن البيض على سبيل المثال اول اكتوبر، نتمنى الاخ يركز معايا، اول اكتوبر او اول الشهر العاشر، النهاردة 8، يعني معنى ذلك متوقفة من 8 ايام، اعمل ايه؟ انتظر عليها ولا اتدخل؟ لا، لابد ان انا اتدخل، بالخصوص لما يكون عندي خلايا اخرى داخل المنحل شغاله الملكات بتاعتها في وضع البيض، امرها ممتاز، لا يوجد فيها اي مشكله، يوجد حضنه مغلقه، يوجد حضنه مفتوحه. اصبح ان المشكله اللي الملكه بتاعتها توقفت عن البيض، تمام، فيها مشكله او الخليه دي فيها مشكله. تمام، 8 ايام انا انتظرت او 10 ايام والملكه ما زالت متوقفه او ضعيفه في البيض، اللي انا هقوم بيه خطوة واحدة، وهي هجيب من اي خلية عندي في المنحل برواز حضنة مفتوحة او حضنة مغلقة، اللي متاح عندي، سواء متاح عندي يرقات، تمام، او حضنة مغلقة بدون نحل. تمام، واقوم وضعه للخلية اللي الملكة توقفت فيها عن وضع البيض. الخلية اللي توقفت عن وضع البيض لو 5 6 براويز، تمام، اقدر ان انا مثلا اشيل برواز عسل من الخلية واضع البرواز الحضنة ده فيه. بعد وضع برواز الحضنة انا بقى تابع بشوف الخلية ديت، هل الملكة بتاعتها مرة اخرى هتضع البيض وهتبتدي تنشط معايا؟ يبقى دي اللي انا عاوزه، يبقى المشكلة اتحلت عندي. طيب، ما زال بعد وضع برواز الحضنة الملكة متوقفة عن وضع البيض يوم واثنين وثلاثة، تمام، ونقدر نقول مفيش، نقدر نقول تراجع والملكة مستمرة. في الحالة ديت لإما النحل هيقوم ببناء بيت ملكي، أنا وضعت برواز حضنة مفتوحة أو يرقات، تمام، لإما النحل أو برواز مغلق. النحل لو بنى بيت ملكي كده النحل بيديك إشارة، بيقول لك إن الملكة دي فيها مشكلة وأنا هعمل لها إحلال أو هطلع ملكة بديلة. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان الملكة نقدر نقول ما وضعتش بيض وما زالك متوقفة عن البيض، تمام، والنحل ما اداليش اشارة كمان، تمام، وده بيحدث كتير، احتمال يكون الملكة الفرمون الملكي بتاعها قوي، تمام، مسيطرة على الخلية لدرجة ان النحل مش عاوز يعمل لها احلال. فبالحالة ديت لما ابص الاقي الخلية ده جلست عندي اسبوع او 10 ايام انقطعت عن البيض، ووضعت حضنة او وضعت دعم للخلية وجلست كمان اسبوع او 10 ايام، يعني دخلت في حدود 15 يوم
15 يوم، مش بقول شهر واتنين، لا 15 يوم، سواء قبل الدعم او بعد الدعم والملكة متوقفة. هنا اتدخل. اتدخل ازاي؟ اولا رقم واحد، لو انا عندي بعض الملكات عذارة او ملكات ملقحة اغير الملكة دي. طيب ما عنديش، لو عندي القدرة اشتري من احد الاصدقاء ملكات نقدر نقول ملقحة او ملكات عذارة، ويكون عندي تلقيح اهم حاجة في المنحل، اتوكل على الله واقوم بالخطوة دي. طيب مش متاح، ايه الحل؟ الحل اللي انا هقوم بضم الخلية دي، او الحل اللي انا اجي على طرد وسيط. طبعا ده في حالة ان الخلية دي قوية، يعني 7 او 8 براويز، اجي على تقسيمة من التقسيمات او الطرد من الطرود اللي فيه 3 براويز، واقوم اقول له اعمل عملية ضم ل3 براويز دي للخلية دي. طيب ليه انا بتكلم ان التدخل السريع افضل؟ لان خلية زي دي انت تركتها هتتراجع عندك بعد مرور شهر، بعد مرور 45 يوم هتلاقي الكثافة النحلية عندك اللي في الخلية دي نزلت من 7 او 8 براويز لحد ما توقفت عند بروازين 2. ليه؟ لانك انت انتظرت عليها، تأخرت عليها. تمام، نتمنى نأخذ الكلام ده بعين الاعتبار، ونأخذ نقدر نقول النظرة بتاعتنا في المنحل تكون نظرة، نقدر نقول نظرة ثاقبة، بمعنى خلية متوقفة او فيها مشاكل، واللي في الجوار سواء على يد اليمين او على يد اليسار داخل المنحل من خلايا ممتازة، يبقى دي فيها مشكلة. طيب ايه المشكلة اللي ممكن تكون فيها المشاكل كتير؟ سوء تلقيح، مشاكل في المبايض بتاعة الملكة، كنت بقوم مثلا بعملية مكافحة فروة واعطيت جرعة ازيد من اللازم اثرت مع الملكة. تمام، فيه مشاكل كتير ممكن تحدث. طيب الموضوع دوت نادر الحدوث ولا شائع؟ دايما بنشاهد الموضوع ده في تغير الفصول، يعني خرجت من فصل الصيف دخلت الخريف بيحدث. لما هتيجي تخرج من الشتاء تمام للربيع هتلاقي بعض الخلايا يحدث فيها الشيء ده. تمام، انت ذكائك كان حال هو استغلال الوقت والتدخل السريع. اوعى تنتظر، هتنتظر تقول هسيب النحل يفعل ما يشاء، ده خطأ، خطأ بجد جسيم. اتمنى من اي اخ بيستمع ليا او عنده المشاكل دي، لازم زي ما احنا قلنا يشوف اقل الحلول انه يقدر يحلها، ان هو يجيب ملكات من المنحل او يشتري ملكات، او اخر الحلول ان هو يضم الخلية. خلاف ذلك صدقني الخلية هتنهار معاك، هتخسرها ومش هتستفيد منها. نتمنى نأخذ الشيء ده بعين الاعتبار. عاوزين نرد على بعض الاستفسارات والأسئلة للأصدقاء المتابعين معانا. نتمنى من أي أخ بيسأل سؤال يذكر اسمه في السؤال أو في التعليق، لعلنا إن شاء الله يكون عندنا العلم بالرد على الأخ من حتة أو دولته إيه. تمام، نتمنى ذلك. السؤال الأول أخونا أبو رضا من العراق بيسأل، بيقول عندي درجة حرارة 26 درجة، هل أغذي 1 سكر و2 مية أو أقلل الماء؟ أخونا أبو رضا الله يبارك فيك، أولا أنا نشرت فيديو نتمنى يكون الأصدقاء استمعوا ليه، وهو خاص بأعمال النحال خلال الشهر العاشر أو شهر أكتوبر. تمام، ذكرت فيه الملحوظة بتاعتك دي، أو ذكرت فيه نقدر نقول إجابة سؤالك ده، قلت النحال اللي تنزل درجات الحرارة عنده إلى أقل من 30 درجة هيغير من معدلات التغذية السكرية، تكون معدل التغذية 1 سكر إلى 1.5 مية. قلت اللي درجة الحرارة عنده 35 درجة 36 درجة أو ما أعلى من ذلك هيغذي 2 مية 1 سكر. تحدثت عن الكلام ده، ونتمنى اللي ما استمعش للفيديو اللي هو الخاص بأعمال النحال يستمع ليه، لأن لو أنت استمعت ليه وفهمت اللي بيحدث داخل الفيديو هتمشي على مدار الشهر على النصائح دي. تمام، فبالتالي الأخ أبو رضا غذي 1.5 مية إلى 1 سكر. تمام، يعني هتقلل من معدل المية بالنسبة للسكر. ليه؟ لأن عندك نقدر نقول الدرجات الحرارة بتاعتها تنخفض عندك. تمام، طيب ننتقل لسؤال آخر
الأخ بيسأل بيقول قسمت خلية على 10 براويز على إطارين ونزلت ملكة ملقحة وفتحت في اليوم الثاني وجدت النحل ميت في أرضية الخلية. طيب الأخ الكريم، أولا أنت ما ذكرتش اسمك، دي رقم واحد. رقم اتنين، أو الله يعوض عليك على النحل اللي مات ده. أولا أنت مقسم تقسيمة ضعيفة جدا بروازين، دي رقم واحد. ممكن يكون الأجواء عندك تسمح بذلك، يكون أنت من بلدان الخليج أو ما شابه ذلك، فالأجواء تسمح. طيب النحل مات ليه؟ النحل مات على الأغلب، تمام، إن الخلية اللي أنت قسمت فيها البروازين فيها مشكلة، تمام، فيها مشكلة، أو أنت ارتكبت خطأ ما، تمام. يعني الخلية دي الله يبارك في عمرك، طالما أنت وضعت فيها بروازين أو حتى برواز واحد أو 3 براويز، النحل ما يموتش إلا لما يكون لا قدر الله حدث قتال ما بين النحل ده، تمام، في تقاتل حدث ما بين النحل، او ان الخليه فيها بعض المشاكل او امراض، او لا قدر الله ماده سميه داخل الخليه، تمام، ده كله بيحدث. او انت البلد بتاعتك متواجد فيها درجه حراره مرتفعه جدا، تمام، فبالتالي لما حطيت البروازين في الخليه ادى لموت النحل. خلي بالك الاسباب كتير جدا، انا بارد بعطيك اسباب وانت تحاول يعني تقدر تقول ايه، تشوف ايه هو السبب الاقرب ليك، لانك انت مش معطيني معطيات اكتر، تمام. فاتمنى الله يبارك في عمرك تحاول توصل للسبب زي ما انا قلت لك، هل هو فيه سرقه او حد من الخلايا، نقدر نقول احد الخلايا هجمت على الخليه ديت، احتمال وارد، في احتمالات كتير جدا، تمام. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا ابو سعيد من اليمن بيقول اخي محمد، عند الخلايا هذه الايام تضع بيض بقطره، والان مقبلين على موسم السدر تقريبا بعد 15 يوم وتكسر الحضنه في الخليه ويقل او ينعدم العسل، كيف العمل في هذه الحاله؟ الاخ ابو سعيد الله يبارك لك، انا شرحت فيديو من 3 ايام تقريبا اللي هو اعمال النحال في موسم العسل، هو في فيديوهين احنا نشرناهم، فيديو خاص باعمال النحالين اللي في مواسم العسل اللي هو نقدر نقول خروب الاسل السدر، واعمال النحال في شهر 10. ما اعرفش هل انت استمعت للفيديو بتاع اعمال النحال في موسم الفيض او عسل الخريف ولا لا. طيب انت كده بيدل عندك السؤال بتاعك ده، بيدل على ان في موسم السدر فيه مراعي غبارية، تمام، النحل بينشط وبيحضن بكمية كبيرة، اكيد مش هتستفيد من العسل. ليه؟ لان الحضنة ديت هتستهلك جزء كبير من الرحيق في تغذية الحضنة. طيب ايه الحل او ايه العمل؟ الحل او العمل اللي انا احيد الملكة، احيد الملكة باي طريقة، تمام، وضع حاجز ملكي، نقدر نقول استبدال الملكات وتنزيل ملكات عزارة، في حلول كتير، بس لازم تتدخل على حل. طب هل كل اللي عنده موسم صدر، تمام، وبيستمع ليا يعمل زي ما انا بقول للاخ ابو سعيد؟ لا، اخ ابو سعيد عنده مرعى غباري او مرعى من حبوب اللقاح في الصدر، اللي هيكون في صدر فقط، والصدر دوت ما فيش فيه مراعي غبارية، والنحل هيضيق على الملكات بوضع العسل، ملوش علاقة بالكلام بتاع الأخ أبو سعيد، حتى بس يكون الكلام واضح ومحدش يلتبس عليه الأمر. ننتقل لسؤال آخر. الأخ محمد من اليمن، تحياتنا ليك والأصدقاء في اليمن، بيقول هل ينفع إضافة ليمون للتغذية السكرية السائلة الخارجية؟ هنا بقى المفصل أو الحديث اللي احنا بنتكلم فيه، هو بيتكلم على تغذية خارجية اللي متواجدة في اليمن. طب هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع الأخ محمد، تمام، مفيش مشكلة في الشيء ده. طب لو واحد بيتكلم بيقول أنا عندي تغذية داخلية، أقول له كن حريص يحدث سرقة. يبقى أخونا محمد في اليمن عاوز تحط ليمون أو منقوع الشيح مع التغذية السكرية الخارجية، لا يوجد مشكلة، تمام. بتقول وهل بشكل يومي أو لفترة محددة؟ لا، مش كل يوم، تمام، يعني ممكن مثلا مرة في الأسبوع تضع حمض الليمون، أو نقدر نقول تضع ليمون مع التغذية مرة واحدة في الأسبوع، تمام. تاني شيء بتقول علما أن أقدم التغذية يوميا. طبعا أنت بتقدم التغذية كل يوم، أنا بس بوضح الصورة للأصدقاء اللي بتتابع معانا، لأن طبيعة البلد سواء اليمن أو في مناطق الخليج لما بيقدموا تغذية خارجية الكل بيغذي في توقيت واحد وكل يوم، تمام، ممكن يقضي بيغذي بكميات قليله، ولكن ده اللي معتاد او ده اللي موجود، تمام. بيقول ما هو الوقت المناسب للتغذيه؟ هل الصباح ام الظهر؟
اخويا محمد الله يبارك لك، بالنسبه لتوقيت التغذيه اللي انت بتقدمه انا ما اقدرش اقول لك الصباح ولا الظهر. ليه؟ شوف الناس اللي جنبك بتغذي ازاي. الناس اللي جنبك بيكونوا متفقين على موعد، يعني مثلا الساعه 8 الصباح 9 الصباح بيغذوا، غذي زيهم. طب بيغذوا الظهر، غذي زيهم. ما تغذيش ولا قبل النحالين اللي جنبك ولا بعدهم. تغذيه في توقيت مخالف للتوقيت اللي النحالين اللي في المنطقة عندك بيغذوا فيه هيسبب مشكلة عندك، وأنا ضد المبدأ ده لأنه هيجيب لك مشاكل. تمام؟ شوف عندك بيغذوا متى وغذي زيه. تمام؟ طيب ننتقل لسؤال آخر. أخونا جمال من الجزائر، تحياتنا ليك ولأصدقائنا في الجزائر. بيقول في موسم الشح في الصيف مثلا ينعدم الرحيق وكذلك حبوب اللقاح في المرعى، التغذية بالمحلول السكري تكون بديل للرحيق؟ سؤال، هل التغذية بالعجينة البروتينية تكون بديل لحبوب اللقاح؟ يعني هل وضع كميات قليلة من المحلول السكري مع كميات من العجينة البروتينية يحل مكان المرعى الجيد وبالتالي يحفز الملكة على وضع البيض؟ أخونا جمال من الجزائر مشكور على أسئلتك. أنا بجد يعني بلاحظ إن دايما أسئلتك نقدر نقول أسئلة هدافة، أو نقدر نقول ما شاء الله يعني بيكون من وراها استفادة إن شاء الله. اولا الله يبارك في عمرك، زي ما حضرتك تفضلت المحلول السكري بيكون بديل للرحيق، وكذلك العجائن البروتينيه بتكون نقدر نقول بديل للمصدر الغباري، ولكن بديل بنسبه قد ايه؟ هنا السؤال الاهم، هل هو بديل ليه ان ممكن النحال على مدار السنه يقدم عجائن ويقدم تغذيه وما يذهبش المرعى؟ لا، هو بديل لفتره مؤقته، خلي بالك فتره مؤقته، يعني 10 أيام 20 يوم شهر، لا يوجد مشكلة لحد زي ما بيقولوا بينزل أمطار والله يجيب الغيث من عنده، لا يوجد مشكلة. إنما إن أنا أجلس فترات كبيرة بيأتي نقدر نقول بمشاكل أو بيقلل من مناعة النحل. تمام؟ لأن المرعى الأساسي الطبيعي لا بديل عنه، لأن نقدر نقول المادة الغبارية أو حبوب اللقاح بتحتوي على نسب بروتينات وفيتامينات طبيعية احنا كبشر او كنحالين ما نقدرش نحط ليها بدائل. تمام؟ فبالتالي لو فتره مؤقته لا يوجد مشكله. تمام؟ طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ بيقول اود ان اشكرك على المعلومات. معاك فيصل من المغرب، الاخ فيصل الله يبارك في عمرك بتقول عندك فورميك اسيد تركيز 85%. كافحت به فقط مرتين في هذا الأسبوع لأنني في بداية انطلاق موسم الخروب، مع العلم درجة الحرارة مرتفعة 36 درجة بمقدار 1.5 مل لكل خلية المتكونة من 3 إلى 5 براويز، وذلك بالإبرة فوق الإطارات، هل المقادير والطريقة للمكافحة صحيحة؟ طيب أخونا فيصل، في البداية لو بدأ موسم الخروب عندك في المغرب توقف نهائي عن أي مكافحة. أقرر تاني، لو بدأ موسم الخروب في المغرب توقف عن أي مكافحة. طيب الموسم لسه ما بدأش، بدأ نقدر نقول باقي أسبوع 10 أيام، تقدر تعمل مكافحة مرة أو اتنين. تمام؟ طيب هل الجرعة اللي أنت نقدر نقول كافحت بيها قليلة أو ضعيفة أو كتيرة؟ أنا أولا في البداية أنصحك لازم تنزل تركيز ال 85% ده إلى 60 أو 65%. ليه؟ السؤال الأهم ليه؟ علشان 85% وتركيز 100% بيكون في خطورة على الملكات، بيؤدي إلى لا قدر الله قتل بعض الملكات. نزل التركيز، الأمر سهل، على الواحد لتر فورميك أسيد تركيز 85% تضع 400 ملي من المية. 400 ملي من المية دولت لما هتحطهم هيكون التركيز عندك وصل ما بين 60 لـ 65%، بعد كده كافح آمن على الملكات. طيب اما اجي اكافح بعد كده بالتركيز اللي هيكون ما بين 60 أو 65%، اكافح كام جرعة؟ كافح مثلا في حدود 2-3 ملي. تمام؟ 2-3 ملي او سي سي، مع الاخذ في الاعتبار، انتبه للنصيحة دي، تجرب على خلية واحدة فقط، تنتظر في حدود الساعتين، تعمل فحص الخلية دي وتشوف النحل اخباره ايه والملكة اخبارها ايه، وبالتالي لو الامور ممتازه بتعمم على المنحى الكامل. لو في حاجه لا قدر الله بتكون انت ما خسرتش
خلايا كتير. ليه؟ لانك انت بتجرب على خليه واحده. اتمنى الاخ فيصل يكون افتهم انا اقصد ايه. عفوا للاصدقاء معانا، الله يبارك في الجميع. طب ننتقل لسؤال اخونا ابو رضا، بيقول انا كافحت النحل من الفروه، في بعض الخلايا تساقط فروه نسبه كبيره، وفي خلايا لا يوجد فيها تساقط. الجرعه الثالثه خلال 3 اسابيع، يعني عمل 3 مكافحات، 3 جرعات يعني. استعملت حمض الفورميك اليوم، فحصت قاعده الخليه وجدت 100 حبه فروه. وهل الايام القادمه استعمل شرائط ابيفار الماني؟ اخوك ابو رضا. طيب الاخ ابو رضا، في البدايه وجود 100 حبه من الفروه كميه كبيره جدا، ده ان دل على شيء يدل عندك فروه مستفحله. انا بافيدك بالصراحه، عندك فروه مستفحله، تمام؟ لان انت بتتكلم ان عدد حبات الفروه عدد كبير، تمام؟ طب انت دلوقتي هتستخدم ابيفار، استخدم ابيفار اللي انت عاوزه، اهم حاجه ما يكونش انت في موسم عسل، ما يكونش انت موجود في موسم سدر في العراق، يكون بتجيش النحل لا يوجد مشكله. حبيت تستخدم ابيفار، حبيت تستخدم فورميك، المهم المهم هدفنا في النهايه ان عدد الفروه داخل الخلايا يوصل لاقل عدد ممكن. ليه؟ لان وجود فروه بالعدد اللي انت بتتكلم عليه ده وتشتي بيها الخلايا في الشتاء، في الربيع مش هيكون عندك نحل، هيكون الخلايا انهارت، تمام؟ خد الكلام ده بعين الاعتبار اخونا ابو رضا من العراق. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ محمد عبده من اليمن بيقول انا اقدم التغذيه السكريه السائله خارج المنحل بشكل يومي، ومنطقتنا يزرع فيها شجر الجاد ويستخدم السموم بشكل كبير، ولكن هناك اشجار سدر وغيرها مزهره، والنحل يدخل الخلايا محمل بحبوب اللقاح بشكل ممتاز ونشيط في بناء الشمع. طبعا لدي سمن اجباح بلديه، هل استخدم الليمون الحامض مع التغذيه السكريه؟ طيب الاخ محمد عبده، اتوقع ان انا رديت عليك في سؤالك ده. كن بس حريص في موضوع الجات، لان مشكله رش الجات باشجار نقدر نقول او رش بمبيدات في اليمن بيسبب مشاكل. كن حريص في الموضوع ده. انما انا كلمتك في موضوع الليمون مع التغذيه، نصحتك بيها في السؤال بتاعك اللي انا رديت عليه، تمام؟ طيب ننتقل لسؤال اخ مصطفى من المغرب، بيقول ما هو التوقيت المناسب خلال اليوم لفرز العسل تجنبا للسرقه بين النحل، لان عندنا شح في المرعى. طيب في البدايه الاخ مصطفى، تمام، انت عندك شح في المرعى، هل عندك شح في الماده الغبارية ولا في الغبار، تمام، حبوب اللقاح والرحيق؟ ما هو انت لو عندك شح في نقدر نقول الرحيق والخليه بتاعتك فيها برواز او 2 من العسل، انت مش محتاج تفرزهم، ولا انت خلاص كنت في موسم فيض وانتهى؟ لو انت كنت في موسم فيض وانتهى وعاوز تقوم بعمليه جني العسل لا يوجد مشكله. طيب افرز البراويز امتى؟ افرزها الصباح، تمام، نقدر نقول مع الساعه 7 8 الصباح ارفع البراويز وافرزها. اهم شيء بعد عمليه جني العسل رجع البراويز بالكامل داخل الخلايا، تمام؟ وبعد ما ترجع البراويز داخل الخلايا تنتظر 24 ساعه، ثم بعد كده تفحص الخلايا، تضغط النحل، تشيل البراويز الزايده عن الحاجه، تمام، وتشوف احتياجات النحل. احتياجات النحل مثلا حبيت انك انت تغذي، تحتضع عجائن بروتينيه، تمام، على اقتراب من موسم الخروب حسب الظروف المتاحه عندك، تمام. اتمنى يكون الصوره واصله للاخ مصطفى. طيب ننتقل لسؤال اخر اخونا ما ذكرش اسمه، اخونا مراد، نعم اخونا مراد عبد الله من اليمن، تحياتنا ليك ولاصدقائنا في اليمن. بيقول من الامس بدا النحل يجلب طحين القمح من محلات البيع، وكان يجلب حبوب اللقاح بغزاره، هل يمكن ان يكون بسبب المحلول السكري؟ كنت اقدم من 10، مش واضحه الحته دي. طب بالامس ضعفت الجرعه اليوميه بسبب الشح، يكون تاخر في جلب المحلول السكري، وايش الحل وطرق منعه من جلب الطحين؟ اولا الله يبارك في عمرك الاخ مراد،
الطحين او الدقيق ان النحل يجلبه. خلي بالك لو النحل بيجلب كميات كبيرة هنا مشكلة. تمام. طيب معنى النحل ينجذب للطحين او الدقيق ده يدل على ان ابتدى يأتي عندك شح. الافضل ايه لو متواجد عندك شح وانت ما انتش هتخش موسم السدر او خارج موسم السدر، تمام، تقدم عجائن بروتينية. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، تحاول بقدر الامكان لو متاح عندك فرصة تبتعد عن المكان اللي فيه الدقيق دوت او الطحين يكون افضل. طب لو الكمية اللي النحل بيجيبها من الطحين كمية قليلة، ده يوجد مشكلة. كمية قليلة لا يوجد مشكلة، كميات كبيرة هنا تكون ضرر. تمام. طب موضوع علاقة المحلول السكري او التغذية بجلب النحل للطحين ملوش علاقة. تمام، انت بتغذي 8 الصباح 9 الصباح لا يوجد مشكلة. تمام، بس انصحك لو انت عندك شح قدم عجائن بروتينية، بالخصوص لو انت ما انتش هتخش موسم السدر. تمام. طب هتخش موسم السدر كمان اسبوع او 5 ايام؟ لا، في الحالة دي ممنوع تضع اي عجائن. تمام. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا اللهم صل على رسول الله من العراق بيسأل، بيقول طبعا هنخلي السؤال ده الاخير الله يبارك في الجميع لعل الفيديو ما يكونش كبير ازيد من اللازم. بيقول ما رأيك في فتحة سروح النحل في الخريف والشتاء؟ هل الافضل ان تكون في الوسط ام في احد جوانب الخلية؟ لان بعض الخلايا قد تكون اقل من 5 اطارات وقد تكون الفتحة بعيدة عن الاطارات، ما هو رأيك؟ تحياتي لكم اخوك من العراق. اول حاجة في البداية الله يبارك في عمرك الاخ الكريم، فتحة السروح سواء في الصيف او في الخريف او في الشتاء، انا اتكلم عن شخصي او عن نفسي، انا بأخلي اول برواز مع اتجاه فتحة السروح. فتحة السروح على اليمين يبقى البراويز على اليمين، فتحة السروح على اليسار البراويز على اليسار. تمام. طيب انا دلوقتي هبدأ اول برواز جنب فتحة السروح ثم يليه البراويز اللي بعد كده، خليه 5 براويز لا يوجد مشكلة. طب فتحة السروح لو في المنتصف، تمام، فتحة السروح لو في المنتصف وانا حطيت اول برواز من جنب الجدار، هيجي عند ان شاء الرحمن اخر برواز اللي هو رقم 5 ده او رقم 6 هيغطي فتحة السروح. تمام. طيب ليه فتحة السروح تكون جنب اخر جنب اول برواز؟ ليه؟ لان نقدر نقول في اسباب كتير. اولا النحل بيقدر يكيف نفسه، سواء نقدر نقول في الشتاء لو في تيارات هوائية داخلة النحل بيعرف يتجنبها. تمام، يقدر يضيق فتحة السروح النحل لنفسه عن طريق العقبر. تمام. الامر الاهم في حالة وجود اعداء لا قدر الله زي الدبور، النحل بيكون عنده القدرة ان هو يدافع عن الخلية. تمام، اتمنى يكون الصورة واصلة لك والله يسر لك الحل. طيب نتوقف عند مجموعة الاسئلة دي، ان شاء الرحمن نحاول نعمل فيديو اخر للرد على باقي اسئلة الاصدقاء باذن الله. مشكورين وكل الاخوان اللي بيتفاعلوا معانا وبينتهوا معانا لحد نهاية الفيديو في الاستماع وبيكتبوا لنا تعليقات ان هم تم الاستماع للنهاية، انا بأشكركم شكرا جزيلا.